السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا اليوم عندنا الجديد ديال التوب ديال البرد، يعني التوب مصوف، التوب ديال صوف كاروات. كما كتشوفوا هذا التوب ديالو كاروات عريضة، تويبات ديال البرد خفاف وسخان، الوينات كذلك رائعة، يعني زواقات مختلفة وراقية. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد ديال الموديلات. وفي المكان الجديد ان شاء الله راه كنحط لكم الجديد ديال التوب او ديال جلابه والقفطان المغربي. كما كتشوفوا هاد التويبات هادو الثمن ديالهم كلهم هادو دايرين 55 درهم المترو، يعني هاد التويبات اللي غندوزو دابا كاملين دايرين 1100 ريال المترو. وبالنسبه للناس ديال الجمله اللي كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير ديال التوب، راه غادي نقص من الثمن ديال 55 درهم المترو. كما كتشوفوا اللوينات رائعه ديال هاد التوب كاروات، التوب مصوف ديال الصوف، يعني التويبات زوينين وسخان ديال البرد، الوينات كذلك رائعين. هاد التوب هذا راه كيجي في الجلابه، يجي في المونطو، يجي في البيجامات، يعني علاش ما درتيه، كيجي مزيان وكيتخدم يعني خدمه خفيفه ديال البرد، يعني طريسنات، ويمكن يجي حتى بالدبانه الا بغيتي دير الدبانه شي زواقه، يعني راه كتجي فيها التوب هذا. التوب ديالو راه خيط او مصوف، التوب ديالو كما كتشوفوا سخون ديال البرد، واللوينات والزواقات مختلفة، والثمن راه ثمن جد مناسب، 55 درهم المترو. والناس ديال الجملة اللي كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير، راه غادي نقص من الثمن ديال 55 درهم. اللي بغى يتواصل مع مول المحل غنخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالو في اول تعليق، يمكن تتواصلوا معاه وتفاهموا على الثمن ديال الجملة. المحل راه كاين في مدينه سيدي بنور، وبالنسبه للارسال راه كيرسلوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنتي غادي يوصلك السلعه حتى لعندك. كما كتشوفوا اللوينات، اللوينات راقيه ورائعه، التوب ديالو راه مصوف 55 درهم المترو. المحل كما قلنا راه كاين في مدينه سيدي بنور، واللي بغى يتواصل مع مول المحل غتهبطوا الاول تعليق غتلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، تتواصلوا معاه وتفاهموا على الثمن ديال الجمله. هادو اللي هنا اللي دوزنا دابا راه كلهم 55 درهم المترو. ما تدخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الاتواب. كما كتشوفوا اللوينات كلهم رائعين، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.